الجلسة سبت جامعة. السجن لحين إعادة محاكمتك وحصولك على البراءة. هو إيه قصده إيه؟ قال الفلوس معاي وأنا سرقت الفلوس. شحاتة إيه وبشبيش إيه؟ يا ابني هي دي الحقيقة. حقيقة إيه؟ يا سعادة البيه أنا حرامي، حرامي ابن حرامي، الفلوس معاي وأنا اتحاكمت وخلاص، وبنفذ دلوقتي مدة العقوبة، وبعد العقوبة ما هتنتهي هخرج وآخد حقي. وعلى رأي المثل بصل بخمسة وخمسة ببصل. إنما تقول لي سيادتك أمور وقتية وحاجات مستعجلة وبشبشة، الحكاية أصلها هتضيق ومش مستحملة الحاجات دي كلها. أعمل معروف يا رمضان، أنا مهمتي إن أنا أجيب الحق لأصحابه. أنت ما سرقتش يعني الحكاية هتبقى مجرد قضية إزعاج للسلطات وخلاص. الله، ما سرقتش ده إيه؟ حرامي أو أنت أنا يعني أكذوبه؟ يلا بينا بلاش الحاجات دي معايا. أعمل معروف وحياة ولاد، بلاش كلام كتير، افهم وركز. انت ما سرقتش واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل خد عسكري. الله، ياخد مين يا سعاده البيه؟ انا حرام، حرامي انا سرقت 400,000 جنيه والفلوس في حوزتي والشنطه معايا وانت كنت لو كله في الامان ورحمه امي. انا حرام، حرامي لسه اعلاني مختلس. هي براءه بالعقل، ما تستنى يا سيدي. أنا مش حرامي يا دلوقتي، أنا سرقت وبقول إن أنا سرقت، في حاجة دي؟ أنا مش حرامي. ما تهدى بقى أمار، ما تطلع تمني من أوانطي. أوانطي إزاي؟ أنت كمان صدقت؟ أنا عارف لك بقى. عارف إيه؟ ده حركات من الحكومة بس ما تصدقش. أنا حرامي وأنا عارف أنا عملت إيه. لو أنت هتعرف أحسن من الحكومة، إذا كان الحكومة نفسها بتقول عليك حرامي فشوش. أنا بشوش؟ أيوه فشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والدقف اللي معاه أكلوني الشاورما؟ انا عارف لك بقى، هم خلوك المقلب السوق، خلوا مني الليمون واكلوني الشاورما. شاورما ده يا جدع عندي. انا عارف، مش انت اللي بتقول؟ انا مو انت تقول ليمون وشاورما؟ انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما؟ فاهم يا ليمون وشاورما؟ ما انا قلت كل حاجه ساعتها. وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ ما اعرفش، هرب. هرب ومعاه كام؟ مع اغلبيه المبلغ. وده اجيبه من ده يا دي؟ لكن هجيب، هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عارف كل حاجه عنه ولا لا؟ ايوه بس من غير ضرب يا سعاده الباشا. طب قول له كمان، قول له كمان على صاحبته الرقاصه اللي اسمها نان. ولما انت عارف ان في رقاصه وصاحبته اسمها نان ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الاول؟ هقول يا سعاده البيه، ما انا كنت هقول لك. قول يا اللي مطلعني اكذوبه في قاعه هوا. انا تكسفني قدام المعلمين؟ ما عادش اللي يكسفك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. ماما انت كمان تقعد. ماما حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان، ادي حال الدنيا. ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين للاسم الهلوتي بيه؟ يقول لك الحكومه دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن انا هجيبه ان شاء الله، هجيبه. قال لي اقول لو عوزتك اجيبك من ايه؟ احنا مكاننا معروف. فين؟ قهوه البقر. قهوه ايه؟ البقر. البقر فين دي؟ حاره الكلب. حاره الكلب نصيه النتن. نصيه النتن قهوه البقر. حاره الكلب نصيه النتن.
ودول كلهم في ايه؟ جلود بيه. جلود بيه؟ كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب. ربنا يخليك يا سي رمضان. الحمد لله على السلامه يا ميمون. الله يسترك يا سي رمضان ويخليك يا رب. العجوه يا ولاد الكلب. طب ده انا حتى ما بحبش العجوه. كنت احطه بطيخ يبل ريقي. عجوه. طيب طيب كمان. يا سلام، انا مش مصدقه عينيا. الله، مالك يا رمضان؟ واكل عجوه. واكل ايه؟ عجوه. طب تعال 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 معايا. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحبا، اهلا بخطيب بنتي وجوزها. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهلا يا روحي، انا كنت عارفه انك هتطلع من هذه الصحراء من العجينه. اطلعي علي هات الفراخ واتبعيها. لا مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ طب ده اليوم اللي كنا مستنيينه بفروخ صبر. يا لهوي، ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس؟ يا اختي انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالزهده ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ يا ستي لا الوفات ولا حاجه. اطلعي علي هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني كنت هتربيها 7 سنين علشاني؟ انا كل حاجه مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان، خش استحمى وقوام قوام هحضر لك الغدا. لا انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن، متلكن. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا هسيبك؟ ده انا مش هسيبك ابدا. انت هتقعد معايا هنا. اطلعي عليا هات الفراخ. هات الفراخ يا اختي واذبحيها. اطلعي يا حبيبتي، اطلعي يا روحي، اطلعي يا اخي. اخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان يا رمضان، الحياه مش فلوس. فعلا الحياه مش فلوس، الحياة عجوة. ايه؟ عجوة. الحياة عجوة. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. جيلي عليها الحاجة دي. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ منور الدنيا كلها منورة. ده نوري. اي والله نوري. الواحد يتكلم الصراحة. نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبة للفلوس يعني. ايه هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحته اللي كان دكنهم فيها. يا واعي يا هراري. لا ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ انا الاوان تتمتع وتلبس وتعيش عيش المليونات. لا ما انش الاوان ولا حاجه. ما انا علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي واعيش عيشه المليونيرات ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوه، لان العينين مفنجله عليا قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص، لغايه العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا. ساعتها نطلع المتدكن ونديها. نديها بقى. يا جماعه ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشه عاديه. تجند يا بنت انتي. ارجع الفلوس ازاي؟ واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا علي، انا هاخد حقي. شوف يا حماتي، عايزه تقفي معايا للاخر انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا هرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجاه في اوانها. اموت انا في المنجاه في اوانها. ثانيه واحده.
ديك يا رمضان. ايه دول؟ 1800 جنيه خدهم يا حبيبي اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الدره هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ايه؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار، مكتب شغل وتجاره كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما هو البركه بقى في ست الكل حمات الحلوه دي. من عينيا يا ابني، بس منين؟ انا كنت سامع ان انت عندك نص فدان، ما تبيعيه. ابيع النص فدان اللي حلتي؟ طيب بلاش بقى. مفيش طريقه غير الفلامنكو ده. ما انا دلوقتي لما افتح مكتب واشتغل في التجاره ساعتها الفلوس الكتيره لما تظهر محدش هياخد باله، حطوه في الكازوزه. اه يا لئيم انت يا لئيم. مش كده؟ قلت ايه؟ هبيع يا ابني هبيع. يلا يا عليك ندور على الحجه تحت الارض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شويه. هي فيها لسه طول البال؟ خطيبك ده بيخطط للنغنغه، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. اه يا بنت الكلب، لو كنت عرفت الحقيقه كنت قلعت اللي في رجلك واديتهم لي ازواجا وافرادا. المهم دلوقتي انا عايز شقه مفروشه اعملها مكتب. تعالتك اللضه شقتي مكتب، انا مش فاهم حاجه. بكره تفهم كل حاجه. طب وجدع اللي هفر منك الليمون ده هتسيبه؟ فلوسي هجيبها بس هتاخد وقت وعايزه مصاريف. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. اسمع، خد دول. ايه دول؟ ده عشان تدفع العربون واللازم منه. طب داري ده داري ليه؟ انا اصلي سالف من المعلم صاحب القهوه 50 جنيه لغاية دلوقتي ما اشتغلتش بتلاتة مليم، لو شافهم هيطمع. انا عايزه يطمع. نعم يلا نروح له. ليه؟ اديله 100 جنيه. ايه رمضان انت اتجننت؟ 100 جنيه ده ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. تعالى معايا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. ايه دول؟ دول 100 جنيه من اصل مبلغ ال 50 جنيه اللي خدهم منك امبارح. نعم. انت مين؟ ده رمضان صاحبي. هو حط معايا امبارح 50 جنيه، عملوا لك 50 جنيه زيهم بعد ما خدنا عرقنا وتعبنا بالحلال. والله حاجة عجيبة قوي. ده فتحي لما كان بياخد منه 500 كان بيرجحاني لما ربنا يفتحها عليه بسرقاية وعليها 50 بالكتير. لا احنا ما بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمها كل حاجة وهيقول لك على عنوان مكتبنا. لو ما كانش فيها خابور تبقى حلوة قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم. يس نو يس نو نو يس يس نو. من فضلك رمضان بيه موجود؟ خير يا فندم. لو سمحت تبلغوا ان المراكب وصلت والبضاعه موجوده في المخازن وكله تمام التمام. هنبلغ سعادته حاضر. ممكن اقابله ثلاث دقائق لو سمحت؟ فضل سعادتك استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا سمين جدا، ومعلش انا عايز ثلاث دقائق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس اداره الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم. فضل سعادتك استريح. ثواني. فضلك يا ريت. تعرفت الجمارك بالنسبة للسيارات بقت كام دلوقتي؟ هو هنا ما حدش يفتح بقه. سلام عليكم. ربنا يديك الصحة كده ويخليك. ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اتفضل يا أستاذ علي الدور. أيوة سعادتك. اتفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. اتفضل استريح. اسم السيادة. عبد السميع ابراهيم. اهلا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه. مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف؟ انا في منتهى الاسف.
الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده، لكن سيادتك عارف ان التجاره الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ الالف بنخسر طه ضاعت عليا؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده. يا استاذ عبد السميع انا كنت اتمنى ان الالف جنيه بتوعك يكسبوا الف جنيه زيهم الشهر اللي فات. ايه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا استاذ عبد السميع ان السوق كان نايم شويه اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي الالف جنيه بتوعك ما كسبوش غير الف جنيه زيهم، بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني اكسب الف جنيه ناقصين جنيه في شهر واسعد؟ انا بكرر اسف. حقيقي. حاضر يا سيدي، ادي الالف جنيه اللي انت دافعهم، وادي الف جنيه ناقصين جنيه. ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجة ولا السحر. سحر ايه يا راجل؟ أعوذ بالله. أنا جاي لك بكرة ومعايا عيلتي كلها. سلام عليكم. تشرفوا. مع ألف سلامة. أنا بأكرر أسف. اللي بعده يا ريمون. اتفضلي، اتفضلي استنى. سعيدة يا جوز بنتي. أنا يا عيش. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ كل ده يطلع منك؟ خير. خير؟ دي الناس كلها بتتكلم عن اللي أنت بتعمله خط. إيه دول؟ سيختي تمنتها النهاردة جابت 8000 جنيه. شغلهم لي. عايزاهم إمتى؟ لا 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 لا، أنا مش مستعجلة عليهم. خليهم ماشيين في الساقية كده زي التانيين. عايزاهم يتكاثروا يعني، يخلفوا صبيان وبنات. وانا عامل زي المغفلين، احطهم واخدهم بعد شهر ولا اتنين اهم شغالين. على رايك يا حماتي. المهم وصلني كام مني لغايه دلوقتي؟ ما تعدش يا حبيبي، هو في فرق بيننا؟ لا لا لا، كله بالحساب. انا احب الحساب قوي. اعملي معروف. شوفي يا ستي، قولي نص فدان ادي 16000، والنص بيت ادي 9000، وادي 8، يبقى كله 33. قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح. مفيش فرق بيني وبينك. متلكن. مش كده؟ متلكن اه. وعليا زي ايه؟ انا عارفه يا اخويا ده بابوس، بكره تروح. انا رايك بكره تروح. عن اذنك يا اخويا عشان الحق اطبخ لك. مع السلامه. اللي بعد. ايه دي؟ مين دي؟ نسيت رمضان بيه؟ غضروف. غضروف مين؟ اللي كان معانا في سويسرا. احنا عمرنا رحنا سويسرا دي؟ السجن. غضروف، ازيك يا غضروف؟ الله يخليك يا بيه. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس، ورجلي حفت لما عرفت عيونك وقلت اجي عشان اكل معاكم لقمة عيش بالحلال. اهلا وسهلا، عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ميتين يا بيه. نشال ايه؟ نشال ميتين. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ ما اعرفش اقرا وتكتب. عندك سمعة؟ ما عنديش سمعة. بتفهم بأي حاجة؟ ما بفهمش بأي حاجة. عينوه في مجلس الإدارة. مش هي دي الراقصة نهد؟ تمام. ربنا يتمنى بعقلك. هنا ده عنوانها، وبنادى على اسم الهلوطي هربان في حتة محدش عارفها، والبوليس قبض عليها عشان يوصل له معرفوش. أفرجوا عنها بعد كده. يا حياتي تعرف الحاجات دي كلها؟ النار، احنا بنلعب.
لا ما تبصليش بسخريه، ده انا هعلمك قوي. انا معاك برقبتي. ربنا يتميمك بعقلك. عاقل قوي. حلال. قال والله عاقل. حلال. بان عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعة دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. انا عايزك تلزق ليها، ترسم عليها انك انت غني قوي، وتصرف عليها ببذخ بأبل. طعم يعني. عليك نور. بعد كده هقول لك تعمل ايه. اموت انا في الحركات دي. بس اوعى تضحك عليه. يا بوي يا بوي، ده انت لحظة جشعة يا بنت. ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي هتتفرج عليا؟ تعالي تعالي. هتعملي ايه؟ ليلتنا طينا طين الليل. هتنحز مخي يا بنت الفطوس. فطوس يا سعد المتجلي. عبد متجلي يخرب بيتك يا عبد امبطحي. انا مش عارف اقول لك ايه. واصل انت ما خليتيش حاجه في عقلي. داني اهدى، انا ما شفتش حريم قبل كده. انا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا نظري يا مهجتي يا مصراني الغليظ. تصور ان انا مديونه. مديونه كيف وانا عايش؟ علي اجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضل لك شهر وتطبق سنه ندفع المتاخر نشير. وعايزه فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشوية هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حيح يا حيح يا علي. ليلتنا مطينة طنطين الليلاتي. سلام على القناعة يا جدعان، انت الظهر بديت تحبيني. يا حياتي. ليلتنا مطينة ثلاث طناطين الليلاتي. عم بطهي. تفضل. السلام عليكم. خالد عبد الجواد، معقولة؟ ازيك يا رمضانكم يا ابني؟ ازيك يا خالد؟ أهلا يا مغاوري. أهلا أهلا أهلا. ازيك يا رمضان؟ شايلي برا. والله عشت وشفتك آخر قبهة. ربنا ما بيسيبش حال على حاله يا خالد. أنا سمعت يا ابني عن كل اللي أنت بتعمله، حاجة حلوة أوي. قلت الضفرة ما يطلعش من لحم، وإحنا طول عمرنا وأنت عارف إنني بتمنى لك كل الخير. أمال أخبار مشروع المواشي اللي عندك إيه يا خالد؟ المواشي ما بعيدش تجيبها معايا اليومين دول. بس أنا خايف يا رمضانكو يا ابني يكون الشغل دي فيه حاجة حرام كده ولا كده. لا إله إلا الله. شوف يا خال، إحنا بنشتغل بالحلال بالمضاربة والسقوق، حلالا بلالا لحما طيبا، لا ربا ولا ريب. ربنا يكرمك ويخلف عليك بالحلال. على كل حال 70,000 جنيه أهو، أنا بعت كل الحاجات اللي هناك دي وجبت المبلغ ده. عايز المبلغ ده بقى عندك يدور بالجامد. بالجامد قوي؟ ايه؟ عينيا الاثنين، حاجة ساعة اللي بره. بس عايز اقول لك حاجة كده. شوف يا خال، احنا شعارنا تدفع باللاتي هي أحسن تاخد باللاتي هي أحسن. ما تدفعش باللاتي هي أحسن تاخد بالجزمة على دماغك. مش قصدي. أنا قصدي إن الجماعة في البلد هيجيبوا لك فلوس كتير قوي عشان تشغلها.
وانا بقول ان العالم دول ما يستاهلوش، ما تاخدش منهم حاجه ولا تديهمش حاجه. فعلا هما ما يستاهلوش، انت اللي تستاهل يا خالد. طيب يا اسطى رمضانكو الفلوس اهي عدي؟ عند مين يا خان؟ عيب في المضاربة والسكوك مفيش عد. اهلا يا مغاوري. اهلا بيك. غدا اللي بره. طيب نستأذن احنا بقى عشان نسيبك للأمم اللي مستنياك دي. مش كنت تستنى لما تتغدى يا خان؟ لا غدا ايه بقى؟ خلي الغدا اليوم اللقا، يوم الحلال البلال ما يلعلع. ايوه. انت عارف يا خان، انت ربنا راضي عنك عشان جيت هنا. طيب مستاذ، مع السلامة يا خالد. ربنا يكرمك. مع السلامة، مع ألف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا مغاوري. الله يسلمك. سلامة يا خالد. مع السلامة يا خالد. سلامة يا خالد. سلام يا خالي. أسرة المستقبل تهدي إليك في المدينة والريف. أقراص أمان الموضعية. أسرة المستقبل لا تطلب منك التحديد بل التنظيم. مبسوط يا حياتي؟ مبسوط. مين ما ينبسطش معاك يا بسطة اليتامى؟ انت بسطانة؟ بسطانة. يبقى احنا الاثنين بسطانين. في صحتك يا رب. صحة اللي يصحي صحتك. ايه ده؟ ايه اللي يدعي؟ فيه؟ سيمي؟ ايه ده؟ ايه اللي بيه؟ ده منين ده؟ يها ده بي ينيلك ده احنا يا لهوي ليه بي عن اسمع عيالي كانوا على قرف لسان الكبير فيهم والله ما اعرف اسم الكبير انتظرين لحظه من فضلك ده بي 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 ايوه ايوه ليه ليه بيب بيب اهلا جاهزين؟ جاهزين يا سي رمضان. ما فيش حاجه اسمها سي رمضان، قلت اسم سياده المقدم. حاضر يا سياده المقدم بيه. وانت وبقى عارف هتعمل ايه؟ طبعا عارف اعمل ايه يا رمضان افندي. مفيش حاجه اسمها رمضان افندي سياده المقدم. بس عليا النعمه انا لايق في العسكري احسن من الحرامي. جدع، وانا هعمل ايه؟ انت ما تعملش حاجه، تفضل ساكت خالص كده اهو. حاضر يا معلم رمضان. معلم رمضان. في حاجه اسمها معلم؟ قلت لك سياده المقدم. حاضر يا سياده المكتب. مكتب؟ في ظابط يقول سياده المكتب؟ يلا بينا وادعوا لي. ربنا معاك. بس انا ما بعرفش اسوق. ايه؟ انت هو راح فين؟ اركب اركب يا ولد. مين يا روح امك؟ يا لهوي. ها؟ ديكور احنا ولا ديكور؟ بوليس؟ ايوه بوليس يا كلب، ارفع ايدك لفوق، المنطقة كلها محاصرة، وأي حركة هتضرب في المليان. أنا غلبانة يا بيه. خلاص. أنا غلبانة. اخلصي خالص. اخلصي يا يا اخلصي يا زبدة المجتمع يا حسانة يا قاع المدينة. حرزوا الخمرة والملابس الداخلية. أنا بقى علي الملابس الداخلية. اسكت أنت، ماليش دعوة خالص. حذرت. حاضر يا معلم. معلم مين؟ حاضر سيادة المكتب. مكتب إيه؟ مش عايز ولا كلمة. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه الآداب، استرنا الله يسترك. أنا عندي عيال أكبر مني. شوف إذا مشيت معانا عدل وشهدت بالمظبوط هنعتبرك مجرد شاهد. وبعي؟ لا دي 7 سنين سجن مفيش فايدة. هتشهد عليها ولا لا؟ يا بيه أنا غلبانة يا بيه. يبقى انا في عرضك يا بيه. انت غلبانه انت؟ ده انت يساب لك بلاد، ده في بيني وبينك طربايه. طربايه؟ ايوه، اصل انا قبل ما اشتغل في الاداب كنت ظابط مباحث، وكنت ماسك القضيه بتاعت الواد بتاعها حبيبها، وهي اللي قربته بسلامتها. عشان كده انت حطيتها في دماغك. يلا
على البوكس. يلا يلا. انا كنت متاكده ان البوليس مش هيسيبني، فهيفضل ورايا على طول، مش هسيب حقه ابدا. اسمعي يا ولية، اذا كنت تعرفي مكانه ما تجري وتخلصينا. هم هيسيبوني يا سعاده الباشا. اذا الولية دي جرت هتسيبوها؟ لا لا مش هتقرا هي. انا عارف. حر يا بيه، حر يا بيه، بس اضمن مني انتوا تسيبوني. لا، في الحاله دي انا هقف جنبك وهخلي القضيه دي اونطه اونطه، ما يهمكيش. يسترك يا بيه. وديلها بنت الارشينات. ايه؟ وديلها بالارشينات. حالات ايه؟ همك قوي على المكافاه بتاعت وزاره التخليه. يلا لبسهم اي حاجه عسكري. حاضر يا فندم. يلا خد لبسهم اي حاجه. اتفضل. الدنيا مزمزيه. مش هنتعشى؟ ايه؟ مش هنتعشى؟ نتعشى. انت هتودينا بدنا ايه؟ نتعشى. اسكت خالص. مش ايدك ما تهوبيش تحت هنا، وانا اللي هتصل بيكي في الوقت المناسب. بتخلينا ناهد. انا مش خاينه، ده البوليس هيعمل لي قضيه. بوليس مين يا بنت الهبله؟ ده رمضان الصراف اللي خدنا منه الفلوس. ايوه انا الكرودي اللي خدوا منه الفلوس. يا لهوي، يعني هتضحك عليا؟ اخص عليك يا ناهد. غصب عني هلولتي. ما كانش العاش يا ملونس. انت عارف معزتك عند قد ايه يا حياتي. الا انتوا هتتعاتبوا، هتعملوا فيها بين الاطلال. فين الفلوس؟ فلوسي ايه؟ فين الفلوس؟ عيني حاجه بالك. اي حركه هتعملها انا ما عنديش رحمه، اقتلك. يا كرم الله. هذا من فضل ربك. انت هنا حد شدح باقه. جوه جوه. يا كرم الله. هذا من فضل ربي. هنا ما حدش يفتح بوقه. سيبوه. يا كرم الله. هذا من فضل ربي. انت راح فين؟ راح عند شفتح بقه. فين الفلوس؟ خلوها لك. يا كرم الله. يا كرم الله. فضل ربي. الفلوس في ايه؟ يا كرم الله. عليك يا نونس. مين؟ محدش بيفتح بقه. كانش العشرة فلوس. كام؟ ولا نونس يفتح بقه.
فتحي، غضروف، قباب، ميمون، انتوا مأمنيني؟ بيتنا. شوفوا انا هخبي الفلوس دي بمعرفتي، وانتوا كأنكم ما تعرفوش اي حاجة. وبعدين ولا قبلين نصيبكم في الفلوس هيبقى معاي، اكنكم محوشين قرشين للزمن. تأمين على الحياة يعني؟ بالظبط، اول تأمين على حياة الحرامية. واحنا مش هنتعشى؟ ها؟ احنا مش هنتعشى؟ يلا بينا. يلا. هو باب الخروج من ايه؟ سلام عليكم يا تعبت البيت. سلام عليكم. في ايه يا جدع؟ راح فين؟ سيب عسكري. ايوه سيبه. سيبه امشي. امشي انت خالص. في ايه؟ انا عايز من سيادتك تفتح محضر. محضر ايه اللي هفتحه؟ افتح بس يا سعاده البيت، افتح محضر. اصلاني استرديت فلوسي تاني، وعايزك تطبق الماده 112 من قانون عقوبات الباب الرابع. تاني يا رمضان؟ احنا مش فاضيين غير ليك. هو الحق عليا يعني اللي عايز الحكومه تاخد حق ايه وانا اخد حقي؟ بس المره دي الفلوس معايا وشايفها وجها لوجه وماسكها بايديها الاثنين دول اللي هيغسلوا غسيل ابو زعفر كله. هي عشان ما بقاش ليك حجه بقى بيه. وبالمره بيه لو سمحت يعني عشان ما بقاش فيه دوشه، عايزك تطبق عليا الماده 336 من قانون العقوبات الخاصه بالنصب والاحتيال، ودي عقوبتها سنتين. اصلا انا نصبت لي نصبتين كده في السكه وانا بره السجن. لبت لي قرشين هري، عملت حاجه اسمها رمضان كل اعالي البحار. رمضان كويس والناس هبلت صدقت. ده انت داهي بقى. وايه ده انت لابسه ده؟ دي بيجامه ومعايا زنوبه كمان. جد البيجامه والزنوبه اختصارا للاجراءات. لسه هلبس بدله واروح السجن ويحطها امانات، قلت اختصر الاجراءات واجيب البيجامه على طول عشان اخرج من هنا على السجن اروح انام دوار. يا سلام. امال ايه؟ يا عسكري عسكري يا شاويه تعال تعال اطلب عليا بس ابوك. اقعد عليا. امسك كويس يا اخي، امسك كويس كده. يلا بيه افتح لنا محضر، افتح اتكل على الله. عايزك تخبطني قلمين على قفايا بس يكونوا ايه؟ ايه؟ اتفضل يا سعاده البيت. السلام عليكم يا نصوص يا اوباش يا زباله المجتمع. سلام مخصوص لقصه اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. زجزح جوه التخشيبه الناس احوالها يا ابويا غريبه، حاجز جناح جوه التخشيبه. واحنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%. احنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%. دول زمايل لك كركيه، يعيش كبير الحراميه، يعيش اصل الحراميه، يعيش اصل الحراميه، يعيش كبير الحراميه. بس انتوا يا ناس ناسيين، بس انتوا يا ناس ازاي ناسيين حاجه فايتانا بقالها سنين. بس انتوا يا ناس ازاي ناسيين حاجه فايتانا بقالها سنين. يوم واحد في الحريه، الحريه تساوي ملايين، الحريه تساوي ملايين. ازيك يا كوتش؟ الحمد لله على السلامة. ازيك انت يا خوليو؟ الله يسلمك. ايه ده؟ لقمة كده على الماشي. الله، انت باين عليك مضروب قوي. رجعت للصندوق تاني؟ اعمل ايه؟ ما لقيتش صنعة غيره تأكلني عيش. ها؟ هنروح ولا هنعدي على الحوش؟ هنشهر على الخواجة مش زي الأول يا خوليو. يا عم انسى العالم دول بقى. انسى ازاي يا خوليو؟ وسنتين. ولا انت نسيت؟ الدنيا ضيقه مش رايقه. زوج؟
حتى انك ما بحلق لي كتير مش هتعمل معانا واجب ولا ايه؟ تلاتة دوبل اجليطس. اتفضل بلاش السايب، خليها بزازه اجليطس. كتر المزه اجليطس، اخدهم مزه ياما. اهلا وسهلا، انت خرجت من السجن كيف؟ كان نفسك افضل هناك على طول؟ لا انا هو ازاي ده يا ولد العم، وراس ابوي وراس ابوي ربنا وحده يعلم انت قطعت بيا كديها. بس انا علم انك واخد ثلاث سنين. طلعت بتلتين المدة، حسن السر وسلوك. شفت الاخلاق بتنفع ازاي؟ بقول لك ايه يا سي مرزوق، اوعاك تصدق الكلام اللي بيقولوا عليه علي ولاد الفرطوس دول. كلام ايه؟ انني يعني وزيت عليك ولا حاجه؟ انا مستعد احلف. يا راجل معقوله خليك تحلف وركب لك ذنوب؟ ايه عندك انت ايه يا مرزوق؟ حاسب حاسب يا مرزوق. خير خير. درعوا الخمره من عماهم قالوا الخير جاهم. رزين رزين. على الخمارة اللي اتحرقت؟ لا، على الإزازة اللي اتدلقت. الله يا عبد الله. يلا دول عشاني؟ لا عشان ابقى خفيف. يلا كان لازم تدفعي. عسل اسود وحلاوته حلاوه. ايش تخوليو؟ خير يا كوتش. يلا مش هتقوم؟ انا قايل ده انت اللي قاعد. تحلوت قوي. طيب خد الحريق. بدون يا كوتش. الباقي تمن توصيل خوليو. بس ده كتير. ولا كتير ولا حاجه، انت عايز ثلاثه عشان تعرفوا تشيلوا مربع. Thank you.
شريقي. شط الدنيا ضيقة كاف يا معلم. واحد كسروه كسروك السير بس ما تقتلوش، انا هخلص عليه بمزاجي. على واحد مش مرجله برضه. انت هتخطب، روح لحالك. روح كده كرمش السويتر. خلص عليهم يا ولد، خلص عليهم. هم الجوز دول ارمح يا ولد. بوليس نجد ورانا ولا يهمك. ابونا امال بتاع مين؟ واحد كالعرق حرقت قلبه عليه.
ايه ده؟ كده تحرق قلبنا. وده بقى بيشتغل بايه؟ بالكبريت؟ لا حلو. بركات الدمنهوري. مرزوق. الدمنهوري برضو؟ لا الكوتش. قولي العالم دي كانت تراقبين لك ليه؟ حرقت خمرت مش ليه؟ كان هناك ابيض ليه؟ وزع عليها البوليس خدت 3 سنين. مخدرات؟ لا شريط اسفراكس. انت بتبرشم يالا؟ ده اللي انا قلته للقاضي. قوم بينا قوم. هنمشي في الشارع كده؟ لا خطوتين ونوصل بيتنا. ده مش سبب كافي خليك تجيلي في ساعه زي دي وانت لابس بالشكل ده. لو حد شافك من الجيران دلوقتي يقول عليا ايه؟ عمل ايه يا سعاده البيه؟ ملياش حد اشكيله غيرك انت يا سعاده البيه. بتتخرب. تستاهل تستاهل. 50 مرة قلت لك تلاقي الناس اللي تشتغل معاها، قلت لك ما تتصرفعش على الفلوس. حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا سعاده البيه. وليه في البيه دلوقتي يا سعاده البيه؟ اكل ولاد السبعه منين دلوقتي؟ خلاص 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 بلا ولادك بلا زفت. بكره هبعت لك باكوين عشان خمار الزفت اللي اتحرقت بتاعتك دي. كفايه؟ ايه يا حبيبتي؟ ايوه مش عارف انام، ممكن توطي صوتك شويه؟ حاضر حاضر يا حبيبتي. يلا يا سيدي دلوقتي اتفضل السعاده بقى اتفضل. طيب وهنعمل كيف؟ هتسيب مرزوق دي يا سعاده البيه من غير ما اخد طهاري وبرد نار يا سعاده البيه؟ تفتكر اعمل لك ايه؟ امسك شو واقف استناها على المصيف؟ لا يا سعاده البيه، بس كلمتين منك للبليص يرجعوه تاني في السجن مطرح مكان يا سعاده البيه. زهر جميل في عقلك. اتعودت بعد 25 سنه محاماه نقد واجرام اوسخ نفسي مع اشكال بالشكل ده؟ طب وانا اجيب راسي كيف دلوقتي في المحل يا سعاده البيه؟ انا رحت خالص. انا معرفش معرفش مش شغلي. واسمع يا مشري، عاوز تشتغل معايا لازم تستنى نضيف، اسمك يبقى زي البيرلانت. لو البوليس رجله جت على الخماره وعرف سكتك ما تزرنيش. فاهم؟ فاهم يا سعاده البيه، بس الولد دول حاسه. امين بقول لك ايه؟ مش عارفه انام. اتفضل اتفضل يا اخويا اتفضل يا سعاده البيه. شوف دي على مقاسك. ما عندكش حاجه تتاكل؟ العافيه سي بركات. الله ده انت عندك ناس غرب. ما غريب الا الشيطان. ده صاحبي يا بت. ازيك يا نعيم؟ عايز حاجه؟ الباشا حسان بعت لك مثال مرتين انك لازم ضروري ضروري تروح له. طيب الصباح رباح. لا ده المرسال اكد لازما حتما تعدي عليه الليل. هعدي عليه فين؟ زمان المعرض قافل. ما هو سايب لك خبر تعدي عليه في العوامه. طيب طيب. وبعدين؟ انا همشي هتروح له. مولا طيب يلا. ما عندكش حاجه تتاكل؟ نوصل مشوار وبعدين ناكل وبلاش قله ادب. ماشي. استبينا يا بركات. استبينا يا باشا. بس خلي بالك الاوراق المره دي كلها هتكون باسمك. اسمي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ليا نظريه في كده يا بركات، عايز اكبرك وهو كله بسبيل الله. ولا انت مش قدها؟ قدها وقدود يا باشا. بس هنرجع لبسبس تاني بلاش منها. قصدي حسنت يا باشا. لا اله الا الله محمد رسول الله. 105 10 ما تخليك حلو. ما اقل من كده ابقى ماسخ. قلت ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. 3 الاول والسبعه بعد التسجيل. ماشي ايدك. مش اللي المفاتيح يا حلو. مرزوقه زوكه تعرف تركب؟ اركب ايه؟ اركب بس دي. ايه هتغرقها يا رخا؟ سلفني العربية دي شوية اعمل بيها منظر. منظر؟ لا يا عم ايه في امانة. ايه هتوصلها؟ لا هبيعها. هتبيع الامانة؟ اصلك ما انتش فاهم. الباشا حسان عايزنا نبيع له العربية دي وهيديني 10% والبيعة هتتم باسمي. باسمك انت ليه؟ اصله عايز يكبرني. كبرك ده ايه؟ حد فيك كبر حد النهاردة؟
انت بالشغل اللي عنده من امتى؟ انا بشتغل معاه زورات بالنقله يعني لما يكتب الشغل. بقول لك ايه؟ الحكايه دي فيها انه ايه؟ فيها انه العمل يا صاحبي. انا واقع من جوع ولازم اكل عشان اعرف اشغل لكم جمجمه. هاكلك احلى طبق كشري. كشري ايه رايك الصلاه على جمال النبي عاملك ايه دي بشوكها يا دي بنت بنود هم كلهم بيقولوا كده وبعدين يطلعوا في الاخر قلبين العداد الظاهر الحاج مش جاهز يلا بينا يلا مش جاهز ده ايه ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين انا عندي كفاءه اشتري القلعه بحالها بس الحكومه توافق اكلم هال يمين الحكومه يا اخوانا احنا بنتكلم في العربيه عاوز كام الصلاه على النبي هي صوره ما قلنا لك كلمه البيع والشير 16 12 اوه يلا يا عم ما تجيبش 8 يلا يابا ونص يا عم انت بتدلع انت عايز تشتري القلعه يلا يابا 15 حلو يلا بخساره يلا بخساره زي بعض طلع يلا معايا يا جدع خلاص بقى اوه ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين بتكسر كلام صاحبك قلت ايه على البركه 4 5 6 7 8 يبقى من سج هات 5 وخلي 2 عند التسجيل عيش وكده كويس خد فلوسك يا حاج خلاص مش فاضل منها خلاص خلاص اهو باك اهو خليهم 2 2 حلو يا حاج خلاص وايه ده اللي حلو ورحمه والديك اذا كانوا حيين ولا ميتين ما انت بنرجع كلمه صاحبي خلاص يا حاج الراجل حلف ما صح ده ما يحلف يا اخي الله يعني عايز يطلق هو حلف بالطلاق مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان خلاص خلاص ادي باك اهو كمان كده يبقى وصلك 10 صلى على النبي اسم المشتري الحجاع على ابو السيد ابن الحجاع علي الحجاع على ابو السيد ابن الحجاع علي بطاقه شخصيه ولا عائليه شخصيه خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع ولنا بيانات بس القصيرين هم مين دول البطاقه طالعه من القصيرين اه القصيرين نمرتها كام يا حاج 15398 398 اسم البائع حسين لشول الشهير بسونه
نملة البطاقة كام يا سونا؟ 50-60-70 50-60-70 80 5 حلو قوي، بالصلاة على النبي كده ماشي. قد تم الاتفاق على مبلغ 15,000 جنيه. امدح حد يبارك لنا في البركة. ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امدي اشول امدي اشول والنبي ابن حلال. امدي اشول هنا اشول هنا الاشول. مبروك يا حاج. ده نصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ حق النوم والقميص. عيب يا جدع، انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوة. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحب دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حي لا. سلام. سلام يا صاحبي. وانت في السجن انا قلبتها الكندة، وبعدين كلهم حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد. ايه ده؟ لحمه يا حبيبتي. ثانيه واحده اسلقها. تسلق ايه وده حكايه في العالم ده كله؟ دي ما تكفيش كل واحد شامه. وماله، ما هي تصبيره برضه. ولا اسفلجي ولا يا جدع انت، خليها له مش هتكفي. انا هعشيت بره. ماله، ما هي حتة لحمة هنية تكفي 100. ولا اسفلجي يا ابني انت مش هتكفي. معلش يا كوتش برضه يعني. ولا قال لي بكش ادينا سلام. ازيك يا اسفلجي؟ الله يخليك. الحمد لله. خد يلا شوح اللحمة دي وقسمها عليكم، ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فتة وشيل منابع. يلا بالعناية. خد دول. ايه ساسات؟ هحكي لك واحنا بنتعشى. اما في واحد بتاع كباب وكفتة. كباب ايه؟ انا هاكلك اكله هتعلف بيها العمر كله. ايه هتاكلني لحمه راس؟ انا هاكلك احلى طبق كشري. وقف طابور. وقف يالا. بص لي يا حاج في وشوش العيال دي كده، يمكن تعرف حد منهم. ماشي.
اهو يا بيه، هو ده. طلعوه. اللي بعده. العظيم اللي مش حق ازاي؟ خد الاثنين دول على فوق. بتضحك على ايه؟ اصل بصراحه شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي؟ اسمك يا بركات. حسن لاش ولا سعاده البيه؟ وبعدين معاك يا حاج بركات. بطايقكم. مين فيكم الاشول؟ ده هو سعاده البيه. بركات. وبعدين يا حاج، ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟ بركوت. نعم اخويا. صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح بيه، انا شفت مره واحد في الشارع قال له يا بركوت. انت بقى الاسود. ها؟ لا بيه مش ده، ده هو بركات. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تعمل شويه، اصبر. حاضر. اهو. انت الاسود؟ لا يا باشا، انا الكوتش. فين الفلوس يا انت بابا؟ فلوس ايه يا باشا؟ اللي خدتوها من الراجل ده؟ ما كانت عيالك؟ انا اول مره اشوفه. وين؟ ومقام سيد الحلي عمري ما شفته. سيدك مين؟ الحلي. مثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني 10 بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت يا راجل متخلف، ايه اللي متعبينه ده؟ لا مؤاخذه يا سعاده البيه، ما حاجه تخلي الواحد يخرج عن شعوره. بقول لك ايه؟ لم نفسك شويه واقعد ساكت، فاهم؟ يعني اشوف حق بيضيع قدام عيني واقف اتفرج؟ انت هتسكت ولا احبسك؟ اهو بلعت بلغه في حنك وسكت اهو. يعني ما بعتلوش العربيه؟ ما حصلش، مستعد احلف على مصحف. قالوا للحرام احلف. يعني مفيش فايده معاك يا راجل انت؟ ما تقعد ساكت. اهو الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربيه ملهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ دي منظر ناس معاها 10,000 مليم يا باشا. ده احنا شحاتين بيه. انت صواب يالا؟ نعم يا باشا. رد على البيت. ماشي. سبعه واحده يا باشا. هجام. لا سعاده الباشا ومقام سيد الحلي. امال اتخذت في ايه؟ بابيض يا باشا. الله. لا بيه تعاطي وادمان، لكن ربنا تابع عليا منهم الحمد لله. وانت بركوت يا ترى اتخذت باصفر ولا باخضر؟ انا ماليش سوابق. وديت فلوس الراجل ده فين؟ يا سعاده الباشا احنا شقيانين، وانا متراقب وعليا مصاريف، يا دوب يفضل ساعتين في النهار بشتغل فيهم مع اللوسطة تباع عشان اجيب حق اللقمه والدخان، وده دفتر مراقبه يا باشا. سيادتك ممكن تتاكد من عدد الساعات اللي انا بقضيها في القسم. اتفضل سعادتك. خدهم يا امين. يفرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السيارة. ربنا يخليك لينا يا سعادة الباشا. يا بيه، أنت هتسيبهم يمشوا؟ مفيش دليل ضدهم يا حاج. وكلام يا بيه؟ كلامك مش دليل. يعني إيه؟ راحوا عليا العشر بواكف عربية مسروقة؟ ما قلنا لك مش مسروقة، عربية مالهاش دوسيه. يعني انضحك عليا؟ تقريباً. والقانون لا يحمي المغفلين. لا بقى،
لا عاش ولا كان اللي يضحك عليا ودين الابطال عليك. صباح النور يا صباح النور يا ابو عادل وعادل الساعه. صباح النور امشي. لا اله الا الله. وباله انا عارف معذور. معذور يا باشا. تعالى انت اهو ماشي. لا ايش عيال تعبان ده، ده حرام كتير ضحكوا عليه. لا اله الا الله لا اله الا الله. خد. لا اله الا الله ده حرام كتير. والنبي انت ابن حلال، ربنا يسترها معاك يا شيخ. بركات الدنهوري. اخد طاقي. يلا. تعيش يا باشا. تعالى بقى يا واد هتعمل ايه؟ سيبنا خلاص على وش المصايب ده، انت هتحط في نافوخك يا واد؟ وانا عاد فيها نافوخ انا خلاص، ده الحكومه خدتك بسببه يا كوتش. والله ما انا عاد بس يالا لا تديك في وشك. سيبه يا زوكا، سيبه. الراجل ما غلطش، بس صدقني يا خوليو انا ما كنتش اعرف العربيه دي مسروقه. العربيه دي مش مسروقه، دي مدفونه. يعني ايه؟ يعني دخل السينما متهربه واتدفنت وبعدين طلعت. اما انا طلعت قفص بشكل. ها وعرفتها لوحدك؟ يلا بينا بركات. على فين يا صاحبي؟ احنا مش كلنا علقه؟ يبقى لازم ناخد حقها. ولا ايه؟ تمام يا صاحبي. طرحوله. لو دفع يا دار ما دخلك شر، ما دفعش تبرطسوا الكمبيالات في البنك وتسحبوا العربيه، واذا اتلمد تضربوه. مفهوم؟ اللي دخلك هنا يا بركات بره بره، طلعهم بره. ايه الشغل العصبجيه ده؟ انتوا فاكرين البلد ما فيهاش قانون؟ انا هبلغ البوليس. ايه يا بركات؟ كنت عاوزني في حاجه؟ عايز حقي؟ لا اله الا الله. هو كلام عيال ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا اول العربيه ما تتسجل هيحصل. العربيه مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله شريك يا جدع. هو الراجل اللي اشترى عربيه رجع في كلامه؟ ما رجعش. العربيه ما لهاش دوسيه. سقطت ايه يا باشا؟ ما انت عارف. انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. ما تزعقش قوي كده لو طق لك عرق. انا بكلم بركات، انت دخلك ايه؟ هو مش قال لك شريكه؟ انت بتنسى بسرعه ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. بينسى. معلش. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ حقنا. انت ليك عندي 700 جنيه اجيبك وورينا عرض كتافك. لا اله الا الله. عايز ايه تاني؟ حقي. نعم. بتنضف ودانك امال يا باشا. انا كلمتي اقولها مره واحده. عايز حق ايه؟ اقسم مع زميلك. انا عايز حق العربيه. نعم. 10000 جنيه. جنيه ينطح جنيه. هقاو اما تشوف حلمة ودنك. ولا على صاحبي. الله انت غيرت سجايرك. طول عمري بشربه. ايه ده؟ ايه ده مجنون؟ ده صباع محشي. بس ينسف قبل المؤطر. طب ما انتوا هتموتوا معايا. يلا يا راجل خليها يموت. والله العيشه بقت مره. لا ورانا حاجه، لا عيل ولا تايل. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. طب الفلوس كلها هي. كفايه بقى كفايه ارجوك. اه يا ولادي الكلب. يلا خلو قسم. لا ده بالناس حد الله ما بيننا وما بينه. ليه يا مولانا؟ قال الناس كان ناس يا صاحبي. معلش ما تاخذنيش. يلا خوليو. فلوس
فلوسك مظبوطه يا حاج؟ على داير مليم. يعني ما انت زعلان؟ ورحمة والديك ميتين او صحيين ما في في نفسي اي شيء. صافي يا لبن. حليب يا قشطة. عايزين الحلاوة بقى يا حاج. من عينيا حالا نجيب الساعة. ساعة؟ ساعة ايه؟ الحلاوة 10% زي الحكومة ما بتقول، وعلشان انت قطاع خاص هناخد 15%. نعم ارحمك. ايه؟ تغلط في امي ليه؟ مش عارف تبقى راجل كبير وتغلط في امي؟ يا رب هنخليهم 20%، ولو زودت هيبقوا 25%. مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. على البركة. يا قليل الأدب. كتر الكشري اللي بتاكلهولي متهيألي ان معدتي تطلع لها جب. هبقى حليلك بقك ببسبوسه. يا انا عايز احلي بعبرة لحمة. مالك يا بركوت؟ مدلدل ليه؟ الباشا حسان يا سيدي منبه على كل اصحاب العربيات محدش فيهم راكبنا عربيته. هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ زي السيف ده الباشا يا صاحبي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. ما تشوف لك شغلانه ثانيه. واعرف حاجه ثانيه غير السواقه؟ ده انا مولود في عربيه. تعمل لي فيها سواق نص الليل؟ كل يوم، أنا مش ناقصك. العربية دي بتاعت مين؟ بتاعتك العربية دي؟ آه، ليه؟ تبيعيها؟ لا. لا ليه؟ أصلها من ريحة المرحوم. جوزك؟ قال اللي ما شافش من الغربال يبقى أعمى. وهي لو كانت متجوزة، إيه اللي هيوقفها في وسط السوق؟ شاركنا فيها. انت باين عليك فايق. دي خردة هتعمل بيها ايه؟ لمسة واحدة من ايدي خليها لك عروسة. ليه؟ صحار؟ لا، دكتور ميكانيكي. بس دي يلزمها شغل كتير. الشغل علينا. والسواقة كمان علينا. قلت ايه؟ قالت مخي يا جارية كلف يا سيدي. نقرا الفاتحة؟ ايه؟ نقرا الفاتحة؟ نقرا الفاتحة. ما بتقراش ليه؟ انت هتصلح وهو هيسوق وهي هتقبض، طب انا بقى هعمل ايه؟ دول 200 جنيه اللي اشتبلوه العربية. ماشي. مين دول؟ دول سماسرة الطريق. وال 200 جنيه اللي خدوهم دول؟ فردة؟ يعني. ليه؟ أنا دافع حاجة من جيبي، 100 من مزارع و100 من معلم بلاقسي. كل حمولة ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربية بطيخ تعدي لازم تدفع لهم. واللي ما يدفعش؟ ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها 3-4 بواكي في اليوم. أرزاق يا صاحبي. دول بيكسبوا أكتر من تجار المخدرات. نقل مع البلد. قرب يا بلاش، الواحدة 3.5 100 حباية يا بلاش، قرب معلمين، الواحدة 3.5 100 حباية، وادي 200 حباية، الواحدة على 3.5 يا بلاش.
قربوا يا معلمين. ده كده كتير يا قلطه. والله انا عبد المامور، عندكم صاحب المال فاهموا معاه. حاجه بالعقل. لما تقع علينا البطيخه ب 3 جنيه ونص هنبيع عليك زبون بكام؟ ان شاء الله ب 100. انت دافع حاجه من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذه؟ فتح شؤون اجتماعيه ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ احنا عشمنا فيك يا معلم، تنزل السعر شويه عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه، لسبوبه تخسر ما تكسبش. شوف يا حبيبي عدم المؤاخذه، اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذه عايز ايه؟ تريحنا في السعر شويه يا معلم. ماشي. قلطة. نعم يا معلمي. شيل اليافطة دي قلطة وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحبايب. بكام يا معلم؟ الحباية بأربعة جنيه بالصلاة على النبي. وماشي المزيد. أربعة جنيه، أربعة جنيه. بقول لك إيه؟ هي حمولة العربية كام بطيخة؟ 2000 ليه؟ 2000 في 4 ب 8000 جنيه مش كده؟ تمام يا صاحبي. يلا بينا. ده نصيبك يا بطه، وده نصيبك يا زوكه، وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم ليه بقى ان شاء الله؟ هنشغلها لحسابنا. حسابنا في ايه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما يا زوكه. بتفهم في الطب؟ ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولاد. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكفي. دي ما تكفيش غير نعمل جرجير وكرات. ما كفتش نبقى ناخد بالتقسيط. طب ايه بقى الحاج مامي عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي. ما انت عارف ان انا مستلف 10 بواكي من البلاء سيه بضمان المحصول، وما اقدرش افرط في حبايه واحده. انا عشمك ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي، انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاقسي، خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج، اصلهم شركاتي وعشمانين فيك. وماله، بعد الغدي نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين، واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمننا عندهم، وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي، مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في ضهري وتقولي الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه، لا يخلينا نكتب واصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم، حضري لنا لقمه ناكلها. مصر الطبيب. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركات جاهز يا صاحبي. معلم ابيض بالصلاة على النبي. شخلي. معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا، شخلي لجيبك. جيبي مخروط. ده باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القناة عشان ادفع؟ الله. ده باين عليك غلباوي وكتير الكلام. فرج العربية بالهداوة بس يا معلم. تعال بس، عايز كام؟ 200 جنيه. تعال انا حدهم لك. تعال. معكش ولعة؟ معايا. خيو لو بتيها روحك بدها على رقبتك، فاهم؟ حاضر يا كوتش. حاضر. Ah.
بلاش يا بركات. لا بركات بلاش الدم. عشان خاطري بلاش يا بركات. خاليو عامل هات حبل قربة الرجالة. بركات اوصل لابو نعيم، خليه يجيب العمدة والغفر ويتكلم المركز. انا هجيب لهم الحكومة كلها. تبنا يا بلدينا صلاح النوبة عشان خاطر الست. طب شخلل. نعم شخلل جيوبك عشان تعدي. ما هو خوليو قلبهم، طلع كل اللي معاهم وعلى اقل من مهلك. معلم كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل. وبدينا 100 بطيخة بسعر امبارح. يفتح الله. طب خليهم 50 يا معلم. الله انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيد المعلمين؟ جدع يالا. ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم. ملناش بركه الا انت يا معلم. خلاص عدم المؤاخذه الحبايه بخمسه جنيه. ده كده كتير يا معلم. الزبون مش هيدفع ما دام الحكومه سعرته. خلاص يا حبيبي روح اشتري من الحكومه. صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. خد فكره واشتري بطيخه لبكره باتنين ونص. تعال بص باتنين ونص. يلا بينا يا علي. يلا بينا يا معلم. تعال بص باتنين ونص. تعال بص باتنين ونص. تعال بص باتنين ونص. اديله 100 150 150 2 ونص. اديله 150 75 2 ونص. 75 2 ونص. على تا قول بالعربية اللي بالسعادة. 2 ونص. قول لغور قلت 150 150 2 ونص. وتعال لو بص 2 ونص. تعال لو بص. يا صاحبي 2 ونص. يلا يلا انت من هنا. احنا واقفين في ملك الحكومه. هو احنا واقفين في ملك ابوك؟ ابوك ابوك يا روح امك. بس يا جدع انت اهو. ايه يا معلم بلاس؟ دول عيال المرازية عايزين يبيعوا في سوق ما معهمش ترخيص. ولو سبناها مفتوحة عدم المؤاخذة على البحري هتبقى سويق. معاكم ترخيص؟ ايوه يا بيه اهو. مين فيكم رضوان؟ ده ابويا سعادة البيت والبضاعة دي بتاعتنا. ما الترخيص سليم اهو يا معلم. امال ايه الحكاية؟ انا واقف في عرضك. انا في عرضك يا سعادة الباشا. احمينا من الراجل ده عامل معروف بقى. ايه اتكلم. عايزنا نبيع له عمولته العربيه عشان هو يبيعها في السوق السوداء. انا؟ ايوه انت. واحنا بصراحه مش عايزين نبيعها له. انا شفت بيه رمي الجتة تبيه؟ جتت يا ابني. الله الله عيني. في عرضك يا باشا. في عرضك يا سعاده الباشا. في عرضك. احترم نفسك. حوط العربيه لحد ما يخلصوا بيع. واي حد يتعرض لهم اي حد خدوا على النقطه. اه يا فندم. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. كل واحد على حال سبيله. يلا يلا يلا. 2 ونص. تعال بص 2 ونص. تعال بص 2 ونص. تعال بص. طب 2 وبس.
اتنين ويبات. ليه بقى يا صاحبي؟ يلا خلي الفقير ياكل. اتنين ويبات. تعالى بس ليا. اتنين ويبات. جرايه يا باشا، انت سبت كار العربيات ولا ايه؟ لا اله الا الله يا معلم، من ساب كاره اتقل مقداره. الله، امال عدم المؤاخذه بتحاربنا في رزقنا ليه؟ معقول يا معلم؟ ده احنا بنكمل بعض، انت تبيع الفاكهه وانا اشيلها لك. الله، امال الواد اللي شغال عندك عرفنا في السوق ليه؟ واد مين يا معلم؟ اللي اسمه بركات. هو فين الكلب ده؟ اشوفه عشان اقطعه باسناني واشرب من دمه. ليه؟ عمل فيك ايه عدم المؤاخذه؟ ناس عملني 10 بواكي. هو الواد صح؟ معقولة دي؟ حد يلسع من الباشا بريزة؟ وده اللي حصل لما برج من نفوخي حيشت. الله، عندين مش أول عملية يعملوها العيال دول؟ أكيد مسنودين. هيكون مسنودين من مين يعني؟ هيكون من غيره. قصدك الملك؟ انتوا جننتوا ولا ايه؟ الكينج لما يحب يلعب ما يلعبش بشوية عيال زي دول. أمال عدم المؤاخذة سايبينهم طايحين في السوق ليه؟ نعم أخويا، وأنت إزاي سايبهم بيلعبوا في السوق من غير ما تمنحهم ولا على الأقل حتى تدينا خبر؟ أيوة، ما هو لا إله إلا الله، ما قلت لك إن الملك ما يعرفش الولدين دول وكان لازم نديله خبر. وأنت ما بلغتوش ليه على العشر بكاوي اللي لسعوهم منك؟ عشر بكاوي؟ طلعوا مين الولدين دول؟ واحد اسمه بركات والتاني اسمه مرزوق. مرزوق؟ مرزوق ده اللي حرق الخمارة بتاعت مشري؟ ازاي ما مش مكسوفين من نفسيكم؟ عيالين ما يسووش نكلة يلعبوا بيكم بالشكل ده؟ من مصلحتكم يا بهوات ان الكينج ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، وإلا هيكون موقفكم زي الزفت. ده احنا افتكرناهم من رجال الكينج. الماشفين دول استحاله طبعا. يعني عدم المؤاخذه نشوف لنا صرفه معاهم؟ لسه بتسال يا بلاسي؟ جبتك سعيد. مع السلامه، اتفضلوا. الو، انا امين يا كينج. سمعت سيادتك اللي حصل في السوق؟ اي خدمة. اهلا يا معلمين، افتحوا الطريق. خد مش لزوم يا معلم. هاي الشاي والدخان امسك. خيرك سابق. امسك لا اديك في وشك. ماشي، افتح الطريق منك له. طريق السلامة. طب ليه؟ بمزاجي. طب ما هم وسعونا من غير ما يدفعوا. ابص لقدام. ده منه كمين؟
ازاي؟ هي كبير. Thank you.
تتهموا مين بحرق العربية؟ ربنا هو المطلع يا سعادة الباشا. يعني ما انتش عارف مين اللي حرقها؟ احنا لو نعرف نقول يا سعادة الباشا، مش كده بركات؟ كده صح. مش كده بطل؟ يعني ما بترديش يا بطل؟ على ايه بيه؟ مين اللي حرق العربية؟ معرفش يا بيه. يقفل المحضر في تاريخه ويقيد الحادث ضد مجهول. السلام عليكم. منين يا عم دور شهر وانت كده بتصلى على جمال النبي؟ حاضر. يلا يا عم. Thank you.
يعرف السوق لازم يكون راجل، والراجل ما يسيبش نفسه للعيال تلعب بيه. احنا طول عمرنا رجاله يا ملك. بأمارة ايه؟ ما تاخد من مخازنك شحنة التفاح يا بلاقسي، ولا عربيتين النقل اللي خدوهم العيال وفكوهم وبقاهم خردة في وكالة البلح، هي دي الرجولة يا رجالة؟ ما هو عدم المؤاخذة خدونا على اخوانا يا ملك. كنتوا فين؟ نايمين على بنكم انتوا ورجالتكم؟ لا اله الا الله، دي أول غلطة يا كينج. كل نهاية ولها بداية يا باشا. ما هو غور ملوش سعادة. أمين؟ أيوة كينج. هاتلي العيلين دول من تحت تقطيع الأرض. عروستك انت يا حلو. انا بس ده كتير قوي عليا. واحنا عندنا اغلى منك يا بطه، مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. وصلي صلي. سلام يا رجالة، ده انا داي لحديكوا. ايه اللي حدفك علينا؟ فعل خير. بأمارة ايه؟ صدقني انا افتكر لك يا بصلة وكل عضة بدمعك. حلوة يا صاحبي. وراس ابويا يعني غرضي مصلحتكم. خلصني جاي ليه؟ امين بيع بعتني عشان بيبيع ايه ده؟ واه ده فوكاته كبير ومتصيط ودراع الملك اليمين وكلمته تسوق له. ما يدخلش لذمتنا مليم يا اخوانا، ده راجل زين ومستنظركم. بقولك ايه، اللي عايزنا يجينا. صدقني انت وهو ده قاعد مستنظركم. اخلص انت. انا جيت لك بنفسي يا اكسلانس. عايز ايه؟ مش انا اللي عايز، الكينج هو اللي عايز. وادي الكارت بالعنوان. راس التعبان. ما هو اللي عايزنا يجينا. الكينج مستنيكوا في الفيلا بعد ساعة. نصيحة أخوية، اوعوا تتأخروا على الكينج. ما تروحوش، ده مية من تحت تبن. ده اللي قتل أبويا. قعد يتودد له لحد ما امن له، راح لدع لدعته، قلبه ما استحملش الحسره مات. ما تروحوش عشان خاطري، ما تروحوش. Thank you.
وقفت كده ليه؟ البيوت دي فيها ناس اكيد، بس مش زينا يا صاحبي. لا زينا، بس عرفوا السكه منين. اهلا وسهلا، جاست اون تايم. ايه يعني ميعادكم مظبوط، اتفضلوا. اهلا، اهو مرزوق اللي قلت لك عليه. نارو ابيض قشطه. اهلا حبيبي. ربنا يكرمك، طول عمرك ذوق والله العظيم. جيجي افندم يا ملك، حضر لهم كاسين. حاضر. على فكره انتوا مديونين لي. ليه بالصلاه على النبي؟ احنا لسه شربنا حاجه؟ العربيتين بتوع الباشا حسان اللي سرقتوهم وبعتهم خرده في وكاله البلح. انت بعت حاجه يا صاحبي؟ ومقام سيد الهلول، انا لو كنت شفتهم كنت ادفعهم. لا غير البضاعة اللي سرقتوها من مخازن البلاسي قبل ما تحرقوه. الله، طب انت مالك ومالهم عمنا؟ بتاعتي. نعم يا اخويا. الله، انت سامع اللي انا سامعه يا بركوتك؟ انا مش فاهم حاجه. ولا انا يا صاحبي. الوكاله والاجنس والجراج والمخازن كل دول بتوعي انا، والفلوس فلوسي انا. على كده الباشا حسان والبلاسي دول فاترينا. بالظبط. عرفتوا بقى انكم مديونيلي؟ قوم بينا يابا، ده الداخل هنا مفقود والخارج مديون. استنى يا مرزوق، انا مش هاخد منك حاجة. انا هديكم. هتدينا ايه؟ الوكالة والاجنس والمخازن كل دول هيبقوا باسمكم. قصاد ايه؟ 10% من الربح عشانكم. والباقي؟ الباقي للكينج طبعا. اتفضلوا. انا بشرب مفتوح. وانا بشرب معسل. دي فرصه العمر. بالنسبه لمين يا شاب؟ ليكوا طبعا. ليه؟ حد يشتغل مع الكينج ويقول ليه؟ ليه؟ انا قلت اللي عندي، قولوا اللي عندكم. هما اللي قبلنا كانوا بياخدوا النسبه دي. ايوه. موافقين؟ النسبة دي ما تنفعناش. عايزين كام؟ 50-50. 20. 40. 30 آخر كلمة، والمهلة 5 ثواني. هات العقود عشان نمضيها دلوقتي. امسح العربية مسحة كويسة، أنا عايزها مراية تشوف بيها وشك. أيوة بركوتة، أنا الفلوس عندي جاهزة، أنت عملت إيه؟ المحامي جهز العقود ونقص على الإمضاء. تعدي عليا ولا عدي عليك؟ إيه؟ نتقابل هناك يا صاحبي. سلام. مش كفايه بصل برضه لحسن؟ تعبنا ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا بهوات، نسيت، اصل اللي اتعود على ريحه الكولونيا تتعبه ريحه البصل. الله، ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ عندك حق، ما هو اللي عيني عيني. وهو معقول نقل عليك انت يا بطه؟ واشمعنى يعني انا اللي حططولي؟ لانك مننا وراسك براسك. جاب لي جاب يا بهوات. الله، امال احنا بنعمل ده عشان مين يعني؟ عشان نفسكم الغيار. وعشان انا؟ ايوه انت. انت ناسي انك انت شركتنا؟ بأمارة ايه؟ بأمارة الفتح والعربيه والعيش والملح اللي كان ناس سوا. ولو انا لا يمكن افرط في دم ابويا واحط ايدي في ايد اللي قتله. ومين قال لك بس انك هتشتغلي مع الغيار؟ انت هتشتغلي معانا، هنعمل شغل مع بعض. فين بقى يا اخويا؟ في الوكاله مكان البلاقسي ولا في ال الام اف بي؟ ده هو صراصير ده يا مرزوق. لا، ده مكتب استيراد وتصدير. الام اول حرف من مرزوق، والاف اول حرف من فضل، والبي بركات. انا هبقى مشغول في الوكاله، وانا في الاجانس. لذلك قررنا انك انت تبقى المديره. لا، ما ينفعش. هنعلمك.
ما بتعلمش. شغال الجمجمة. هبوظلكوا الدنيا. أنا ما انفعش. إيه يا كيميا؟ مش فاهم. أختي؟ إيه؟ ضربت نفسي من الجهول. طيب أنا حوريك. ده مكتب بركات. وده مكتب زوكا. ده بقى مكتبك يا سيادة المدير. بقى ده اسمه كلام؟ تسيبوني حالي ومالي وتجيبوني اتفرج على مكاتب مش موجودة الا في احلامكم؟ ما لازم نحلم بالحاجه عشان نحققها بفلوس الجيار. كل ما ليم هتصرف على المكتب ده من شقانا وعرقنا. ويلا بقى عشان خلو هيعدي عليك يوديك عند الكوافير. ليه؟ هنروح فرح؟ لا، حفله عند الجيار. عيد ميلاد جيجي سكرتيرته. انا ادخل بيت الراجل اللي كان السبب في موت ابويا؟ ده لا يمكن ابدا. اللي عايز يحارب واحد لازم يعرف عنه كل حاجه عشان يعرف يضربه فين. كان على عيني. الظاهر جيجي دي من عيلة كبيرة قوي. مش عارفها. مش شايف قرايبها كتير قد ايه؟ قرايب مين يابا؟ الناس دي كلها جاية تجامل الملك. شغل. شغل؟ شغل ايه اللي النسوان فيه لابسة قمصان النوم العريانة دي؟ جدع. دي فساتين سهرة. ورجالتي موافقة على كده؟ رجالة مين؟ كلها ساعة زمن ما تعرفش مرات مين في حضن مين؟ بيزنس. الولاية شروقة يا جدع. ده تموت فيها. اوعي تقربي ناحية النار. حلو يا صاحبي. لذيذ يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه. برطشني. برطشك قوي قوي. وانا كمان. الله ما تقعد يا عم. ايوه كده ما تشوفش. ايدي. ايديلو. ايدي. ايديلو. ايدي. ايديلو. ايدي. ايديلو. ايديلو. افتكر كفايه كده شربت كتير قوي يا صفيه. بس يا امو. ما تضيعش البرتوشه من دماغي. برتوشه؟ يا جدع انت خليها مبسوطه، عارف؟ طول ما تعوز تخليها مبسوطه اديها برتوشه. اديها برتوشه اتنين، ما تزودش عن ثلاثه لتبرتشك هي. ما تيجي تبرتش معانا. وقاحه وقله ادب. خدها برتوشه. شغل حواري. حط برتوشه. اديله. 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 الله يا حبي. الله. العيال دول زودوها قوي يا كينج. خلي الناس بس تعبني. احسن برضو عشان صحتك. جايب لي بيبي دول يا استاذ. لسه اشوفك كنت لابساه. انت وقح بس لذيذ بجد لذيذ.
ربنا تصل ترمي بحبك. ان شاء الله قدامك بحبك. مرزوق. اخبار الكينج ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اديك ايه؟ اديك عجوة. هايل. المكسب هيبقى حوالي 100,000 جنيه. ايوه بس هنجيب 10 طن فراوله منين؟ هنجيبهم. هنجيبهم ازاي؟ بالعافيه؟ لا مش بالعافيه، بحاجه تانية. ها قلت ايه يا شوقي؟ دول كلهم 10 طن عمي. خلاص مش عايزه. قلت لك مش عايزه يا شوقي، واعمل حسابك بقى تبات الليله دي عند امك. ايوه يا ستي. حاضر حاضر. يعني اقول لمرزوق بيه ان طلبه جاهز؟ ايوه حاضر حاضر. مع السلامه بقى، عشان عندي اجتماع دلوقتي. ها مبسوط؟ حد يشوفك ويزعل؟ طب عمولتي فين بقى؟ عمولتك؟ عمولتك جاهزه. جدعة وبنت بلد وأي راجل يتمناها. طب ما تقول لها هي الكلام ده. أنا؟ لا قصدي صاحبك. يعني لو قال لها توافق؟ الست اللي تلاقي راجل يحبها وما تحطوش في عينيها وتغطيه برموشها تبقى عبيطة. يعني موافقة؟ احيانا جرايه خلو فيه ايه؟ مفيش. أنا بقول بقى نبدل القهوة ونجيب شربات. قلت إيه؟ حلو، جيت في وقتك يالا. عندي ليك خبر بمليون جنيه. أنا اللي عندي ليك أحلى خبر. إيه؟ يا رأيك يالا؟ حلوين قوي. ينفعوا الشركة؟ ينفعوا، دول حتى كتير. ده أنا أبويا شبك أمي بقمع سكر. شبك أمك، مش شبك بطة.
لهو انت هتشبك بطه؟ اه. يعني دونا عن بنات الخال ما لقيتش غير بطه؟ ايه مالها؟ في حاجه تتعيب؟ الشهاده لله ما فيهاش حاجه تتعيب. امسك دي وتعالى ورايا. بلاش بلاش يا كوتش. بلاش ليه؟ اسمع كلامي، بلاش المشوار ده من اساسه. انت شارب حاجه قد ولا ضارب حاجه ولا عامل ايه؟ يلا بطه مش ليك يا مرزوق. بطه ما بتحبكش. تقول ايه؟ بطه ما بتحبكش يا كوتش. انا ما فيش مره ما بتحبنيش. الا بطه، دي الحقيقه يا كوتش. بطه بتحب واحد تاني. بتحب مين؟ انت بتحب مين؟ بتحب مين يا بركات؟ بركات ريا دي مؤامرة. ده رابع عطا يدع مني الشهر ده. مين الشركة اللي خدته؟ مين؟ الام اف بي؟ مين اصحابها دول؟ ايه؟ امين؟ هات لي مرزوق وبركات حالا. تحت امرك يا كينج. مليون ونص دولار. ما انت عارف يا كينج ان احنا ما بنشتغلش في العملة. انا مش عايزكم تشتريهم لي، انتوا هتدفعهم لي. انت مزنوق فيهم للدرجة دي يا كينج؟ لا ده حقي، مكسبي، نصيبي في عمليات التصدير اللي عملها مكتب الام اف بي. بس دول مالكش فيهم يا كينج. كده اهو بالبساطة دي. انتوا ناسين انكم برافان باترينا بتشتغل لحسابي؟ طبعا يا كينج، بس بالصلاة على النبي بقى، العملية دي ما اتعملتش بالبرافان ولا بالباترينا، ده مكسبنا احنا مش كده يا صاحبي؟ الله 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 الله، والله النمل يطلع لسنان اهو. الله، وليه الغلط ده بقى؟ شوف يا عم، عشان لا تغلط فينا ولا نغلط فيك، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. يعني ايه؟ نفضها سير ونفض الشركة. امين، خد منهم مفاتيح الوكالة والاجانس. الله، هو انت ما قلتلوش يا بركوتة؟ ما انا نسيت يا صاحبي. ليه كده؟ مش احنا بعناهم يا كينج؟ بعتوهم؟ لمين؟ الام اف بي طبعا. دي سرقة، نصب، احتيال. عيب يا كينج، احنا ما بنسرقش. امال ده اسمه ايه؟ تشغيل جمجمة. ومحامي شاطر. بقى كده. بس انا عايز افهمك حاجة. هتضرب هنضرب. هتكسر هنكسر. هتحرق هنحرق. ومش برجالتنا، بايدينا. اما حته عشوه تجنن. ده احسن واحد بتاع لحمه راس في مصر. بس احنا طبقنا في الاكل جامد قوي يا كوتش. طب حس كده بقى لما تيجي نهضم. ماشي يا صاحبي. ماشي داي، انت ناسي ان ورانا شغل بكره. سامح بقى يا صاحبي، الحكومة أمرت. تصبح على خير. وانت من أهل.
سلام بقى صاحبي. ما تيجي نهضم يا جدع. بلاش، احسن الحكومه تزعل. سلام يا صاحبي. مع السلامه بركات. سلام يا خوليو. مع الف سلامه. اطلع الطرب. ما تيجي نروح يا كوتش احسن. اطلع الطرب زي ما بقول لك. اطلع معاك يا كوتش. لا روح انت، بس عدى عليها بكره بدري. مين يا عمر؟ بطل بطل بطل، ايه اللي جابك هنا وجيت هنا ازاي؟ بطل 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 بركوتة، انت شفت ايه اللي حصل؟ روح يا كلب. فاهم حاجة؟ مش فاهم بركات. فاهم؟ الشرف في التفاهم يا كلب. بركات بركات كله تمام يا ملك. ماشي يا كينج. فك دراع. امسك.
شوكولاتة. شمر شمر. عزفت اللي جوه لساك عمال يعافر جوه. تاني انت اديته كم حقنه يا دكتور؟ دي التانية يا اخي. يا ريت تدور العلبه كلها وتخلصنا. لا لا لا، الماكس اللي فيها كتير وممكن يموته. يا ريت يا بيه، نبقى ارتحنا منه هو كمان يرتاح، بس مش ده اللي عايزه كينج. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت بتعملي ايه هنا؟ بركات بركات، خدني البركات. صفي كل حاجه. هو انا المحامي ولا انت المحامي؟ انا محضر لك كل الاوراق. مفيش شركه، انا حر يا اخي. انت شريكي بنصيبه. ايه دي؟ على مهلك على مهلك. وليك عين توريني وشك تاني؟ تهدي، ما تستهدى بالله يا بني ادم انت، وافهم منها الحكايه. ايه خسرت دي الكلب؟ لا ده انت باين عليك ناقص رمايه بقى. قول يو، ما تستهان على طول لسانه. معلش انا هشرح له كل حاجه. هتشرحي لي ايه؟ واحده في حضن عشاها وفي سريره، بتعملوا ايه يا بنت يا بنت الحسب والنسب؟ بركات فوق واعرف انت بتكلم مين. بكلم مين يعني؟ واحده سككيه من بتوع الشوارع. اخرس بره بره. انا همشي، بس قبل ما اخرج عاوزك تفهم حاجه. انا عمري ما حد لمس مني شعره واحده، لا رضا ولا خصمانيه. برا كلمنا انا هنا. فين مرزوق؟ راح في 60 داهيه. ثلاثه بالله العظيم لو حصل لمرزوق حاجه ما هيكفيني قصادها رقبتك. فكره شيطان يا امين، جات لك منين؟ تلميذك يا كينج، كلها حقنتين ثلاثه ويبقى مستني ميعاد الابره زي المجنون، بعد كده نرميه في السوق زي الكلب. مش عايز اسمي يتلط. متخافش يا كينج، كل شيء ماشي حسب القانون. عشان اللي يفكر بعد كده يقيم راسه في السوق يعرف انه هيحصل له زي مرزوق. انت بتخرف بتقولي ايه؟ هي دي الحقيقه صدقني. الجيار حاول يفرق بينك وبين مرزوق، خطف فاطمه وبنجها وحطها في سريره، وبعد ما بعدك عنه استفرد بيه وخطفه. الحق صاحبك قبل ما يضيع.
مرزوق، مرزوق رد عليا يا صاحبي. مالك كوتش؟ كوتش شيل معايا كله. على مالك؟ على مالك؟ اسمع، مش من مصلحتكم ان الكينج يعرف. خلاص خلاص انا هتصرف. مين يا جيجي؟ مبروك يا ملك، مرزوق مات. خير يا دكتور؟ لا الحمد لله قوي. احنا كنا فين وبقينا فين؟ دلوقتي يقدر يخرج وياكل اللي هو عايزه. تسلم ايدك يا براكوتا. يا ريتك اتقطعت قبل ما تمد عليك يا صاحبي. ازاي يا جدع؟ ده انقذت حياتي مرتين. لا مش ممكن يا اساتذة، الاسعار دي ما عادتش تنفع. وما تنسوش ان انا لوحدي في السوق بس اللي هيقدر يورد لكم. بس يا جار بيه، ارجوك ما تقطعنيش. مع العود العربين توصل كاش. الشركة اللي هتبعت شيكات مش هبص في طلب الله. مع السلامة. بس كده هنبيع سمك ومية يا كينج. صفقة العمر بالنسبة لي يا حلوة. يا كينج، يا كينج، المزاد فاضل له اسبوعين اتنين، ممكن شركات تانية تخش تنافسنا. وفي الحالة دي بقى الشروط الجزائية ممكن تنسفنا نسف. مجنون مين اللي هيفكر يقف قصادي في السوق بعد اللي عملته في مرزوق يا امين؟ ما تنطر. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح المزاد على غناين وزاره الزراعه والاصلاح الزراعي، وبحضور كل من السيد وكيل وزاره الزراعه والسيد وكيل وزاره الاصلاح الزراعي والسيد مندوب وزاره الخزانه والسيد مندوب الرقابه الاداريه، وقد تحدد السعر المبدئي لفتح المزاد 500,000 جنيه. مين يزود؟ امين. ايوه كينج. انا مش قلت لك محدش يدخل المزاد ده؟ لا، ما انا مربط مع كل التجار محدش يزود عن السعر اللي سيادتك حددته وبعد كده كله ينسحب، عشان المسائل تمشي قانونية. 501,000. حد هيزود؟ 502. ايوه يا سادة. 504. 504. مين هيزود؟ 506. ايوه يا اخوانا. مين يزود؟ 525,000. 525. حد هيزود؟ 525. ما حدش عايز يزود؟ 525 مليون. مليون. ايه ما بتسمعش؟ حضرتك دافع تأمين المزاد؟ يا افندي. باسم مين؟ باسم الحاج ابو نعيم. مليون ومئة ألف. ومئتين ألف. مليون وتلتمائة ألف. وخمسمائة ألف. 2,500,000. 3,500,000. 4,000,000. كينج معناش سيولة كافية. 6,000,000. يعني ايه حضرتك قلت كام؟ 6,000,000. ستة وجنبها ست صفار. حضرتك عارف ان الدفع نقدي او بشيك مقبول الدفع؟ وفوري. هوليو خش. مليون. حد هيزود؟ 6,000,000. مبروك يا مرزوق. مبروك علينا كلنا. مش كتير المبلغ ده يا صاحبي؟ واحنا دافعين حاجة من جيب ابونا. امال مين اللي هيدفع؟ شغل الجمجمة. مش فاهمك يا صاحبي. الشركات هي اللي هتدفع
عشان هي مضطره لده. مبروك يا مرزوق، ألف مبروك يا مرزوق. انا كنت سايق العربيه بس، ده البلاسي والباشا هم اللي ضربوا النار، مش انا. وبعدين امين بيه هو اللي مسلط لي؟ امين بيه هو اللي طلب مننا كده؟ دي اوامر الملك. انا في ارضك، انا في ارضك يا مرزوق. انا مش ليك يا مرزوق، انا صعب حد علي يدك يا مرزوق. البلاسي يا مرزوق، انت عامل ايه يا مرزوق؟ حد علي يدك عشان ولادي يا مرزوق، حرام عليك. بلاش يا مرزوق، لا مرزوق، اوعاك يا مرزوق، لا الحمد لله. Thank you.
ازازه الويسكي يا بلاسي. تعالى يا باشا. اي 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 يا حياتي من زمان ما شفناش سوا، انما النهارده بقى يا حبيبتي. يوه ده وقته يا عالم. معلش يا حبيبي هيدي احلقه واجيلك جاي. هتعمل ايه؟ انا احذرك يا مرزوق، احذرك ده يبقى السبق اصرار وتلصد. مرزوق قانون العقوبة صريح جدا في الناحية دي. المادة 132 بتقول مرزوق ايه؟ مرزوق ايه؟ لا لا
سلام. مش هشوفك تاني؟ سلام يا صاحبي. سلام سلام يا صاحبي.